السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله ألقاكم الفيديو ديالي هذا بأتم الصحة والعافية. طبعا مبروك على خروج الأم ديال اللاعب ديالنا المحبوب، اللاعب ديالنا اللي فعلا رفع براسنا للفوق مع الفريق كله ديال المونديال 2022 اللي في قطر، اللي هو المغربي سفيان بوفال. طبعا مبروك الوالدة ديالك ماماك، الله يخليها لك ويحفظها لك. الحمد لله خرجات كما سمعت في خبر وردني أو قرأته، أنا خرجت من العملية الجراحية بعد ما خضعت لها بنجاح الحمد لله، وأنها بخير والتحقت بالديار الفرنسية حيث طبعا تقيم. الإشاعات اللي تلقات على الوالدة ديال سفيان بوفال كثيرة كثيرة، منها بساعات قليلة أنهم قالوا أنها توفات، الله يعطيها طول العمر ويخليها لوليداتها يا ربي يا ربي، ويشفيها ويعافيها شفاء لا يغادر سقما. وبحال اللي قالوا بعض القنوات ان جلاله الملك مشى زارها في المشفى في هنا في الرباط او في المغرب، حيث انها ما جاتش المغرب، بل حسب الاخبار الموثوقه التي وردتني من بعض الصحف الموثوقه انها لا بقات في الدوحه، بقات تحت الاشراف الطبي تماك المكثف تحت الرعايه طبعا الملكيه والجمعية وكل ما يخص يعني الطاقم اللي مشات معاه، حتى دارت العمليات تخرجت بخير وعلى خير. علاش هاد الإشاعات باش تطلعوا القنوات ديالكم؟ ماشي غريبة على جلالة الملك أنه يزور مواطن عادي جدا، فما بالك في الأم ديال سفيان بوفال، رغم أن كل أمهات هواسية، كل واحد عندها بطال في بيتها، كل وحدة عندها بطال في بيتها، اللي بطال في الكرة واللي بطال في العلم واللي بطال في الخدمة ديالو واللي بطال في الجبهة، في جندي أو شرطي أو قائد أو عامل أو حتى أي مهنة، أو ماسون بناي أو معلم أو جرايدي أو فلاح كلهم، شوف كلنا نخدم الوطن. فلهذا لا داعي لهاد هاد الإشاعات والتخربيق باش تطلعوا القنوات أو تطلعوا الصحف ديالكم أو الصحيفات ديالكم. هذا الأم ديال سفيان بوفال خلات واحد البصمة كبيرة في هذا المونديال بالرقصات اللي كانت بمعية الإبن ديالها البار، لن تمحى من ذاكرة المغاربة بل لن تمحى من ذاكرة العالم كله في هذه السنة الجميلة المباركة، أقول وأكررها الحمد لله المباركة 2022، وتنتمنى 2023 تدخل علينا بالصحة والعافية والخير الكثير الكثير وطول العمر، واللي إن شاء الله أي حد تمنى شي حاجة تتحقق له في القريب العاجل بإذن الله، واللي تكون فيها مصلحته وتكون فيها راحته وتكون فيها ما تيتمنى ويصبو له. نخليكم في أمان الله وحفظه ورعايته. طبعا غنقول لكم دعواتكم لكل الأمهات والآباء والأبناء أيضا، ربي يخلينا البعض وإلى الأمام ومع السلامة.